أعطيناكم بعض المعلومات القيمة والجيدة حول الأشياء الثمينة الأساسية الموجودة في متحف تيمورلنك، ولكن المغزى من هذه الحلقة يا جماعة هي محافظة سكان أوزبكستان على تاريخهم، على هوياتهم الثقافية والتاريخية، وحتى النشأ، يعني حتى الأولاد والأطفال الصغار ووليداتهم يربوهم على أنه هذا تيمورلنك وكأنما شخصية مقدسة في المجتمع الأوزبكي، كما احنا نقول مثلا الشخصية المعروفة عندنا البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله تعالى، وعبد الحميد بن باديس، والأمير عبد القادر، يعني النموذج الموجود عندنا من العلماء والقادة العسكريين هم عندهم يا جماعة تيمورلنك. والأساس الأساسي يا جماعة، نحن لا يهمنا كشخص تيمورلنك، ولكن ماذا قدم لأوزبكستان وبالأخص لسمرقند حتى يعلى شأنه في وسط هذا المجتمع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحيي قلوبنا لخدمة أوطاننا مثلما خدمهم أوطانهم، وأيضا يا جماعة نشر ثقافتهم من خلال المراحل التاريخية التي تمرت على أوزبكستان. هكذا ننهي حلقتنا. صلى الله عز وجل لنا ولكم أن يعلي مقامنا ومقامكم في عليين، رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وتقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم وصح فطوركم، وما تنسوا اشتراككم فينا سماعة ربانية من أوزبكستان وإندونيسيا.